كان رسالة تبتسم لها أول ما توصلك. إيش شنو هذه الرسالة من خلال تعليقاتكم على هاشتاج ساعة شباب؟ نشوف سوا مع أول الردود. أول سؤال أنا بسأله قبل ما أقول، أنت تراد لك كم يوم ماشي أحد كويتي؟ لاحظت صح؟ أنا طايح طيحة غريبة والله. طيب نبدأ، خلينا بأول هاشتاج من دقنة تقول: دعاء جميل، كلام إيجابي، شخص شكرني، نكتة جميلة، صورة صباحية رائعة، أبتسم مجرد لما يكون شخص عزيز تذكرني ورسل، مو زي البعض. استغفر الله، بس فيك يا دقنة. زعلانة والله. حياك الله يا دقنة. مين كمان عندنا؟ أمل صبية حزران تقول: تلك الرسائل المحملة بالفرح المملوءة بالحب التي تحول العينين إلى لآلئة لامعة، تلك التي كتبت بنبض القلب لا بنقر الأصابع. الله، شوفي الآن أنا سلطنت، مخمخت. أنا ودي مشكلة يكون في ناي وانت تحكي. والله أمل ترى على فكرة كل يوم على هذا الحال تسلطنا بالذات اللي هي. والله يسعدك ربي. طيب نروح على منوري تقول: منوري كفك 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 كفك، أحلى كف. تم إيداع مبلغ ما أدري وش ذا الرقم، أول مرة أشوفه بحياتي في حسابك. الله يعطينا وياك الصحة والعافية. زود الفجعة. الله يكثر الرقم والأصفار جنبه يا رب. ماشي يا منوري. أروى تقول: من شخص أحبه قلب، والله تسعدني تفجير الادرينالين او تفجر داخلي. الادرينالين داخلي، تتعالى ضحكاتي، اخلق صوت لها وارقص على اوتارها، لو بحت باحساسي كهيئته لجبل نتصدع. لا 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 يا جماعه، وش الاشعار العاطفيه هذه اللي قاعده تطلع طيب خلينا. انا تعبت على فكره من الكلام ما قدرت. نروح ل وش اسمها ذكرى، تقول: ذكرى اجيب لك اكل معاي. هذه اجمل رساله. هنا مو ابتسم الا اقهقه من الفرحه، تقهقهي لان بطنك اللي بتضحك اكثر. لا احبه حب ما بعد احب هذا الانسان. حياك الله يا ذكرى. عبير تقول: رسالة يكون في محتواها صورة، هنا الابتسامة تشق وجهي شق ويسعد مساكم. صورة ايش؟ وهذه عبير اي يعني قصدها انه يعني خلاص الحين هذا نكمل يعني. اي بس خميس ومالي خلق ازعل مهما قطعوني. طيب عموما ان شاء الله الابتسامه ما تفارقنا يا رب، ودائما الكلمه الحلوه لها اثر كبير في النفس. يعني حتى لو زميلتك رسلتي لها، يعني تجيك مثلا رساله من صديق عزيز عليك من زمان ما شفته، رسل لك رساله وش اخبارك وينك، والله تجيك ابتسامه. فيعني كمان الكلمه الحلوه مو غلط، احنا بس نجافين اعوذ بالله، ما نحب نقول قليل ناس يبطنوها بايش؟ وحشتيني، شخبارك؟ أيه. تحسينها ثقيله يعني. في ناس كذا وفي ناس يبطنوها بايش؟ يقول لك انا ما احب النفاق. لا يا شيخ، طب قول خيرا او اصمت. اصمت وش دخل النفاق؟ قول يا اخي، جامل يا اخي، عادي يا اخي، بعد المجامله يجي للشعور الحقيقي. ممكن في شعور تجاه هذا الشخص وانت ما تعرفه لما ترسل له هذا الكلام. انا مو عجبني صديقك الكويتي والله. بس لايقه عليك اللهجه الكويتيه، واقول لاهل الكويت احب اهل الكويت انا والله. لا والله انا اعشق والله احبهم ولهجتهم رائعه والله. شو السالفه؟ ايه يلا تبونا نكمل الهاشتاج ولا شنو؟ يلا نكمل يا معود. يلا نكمل. نروح على توته وتقول: والله اي كلام حلو ايجابي ودعوه صادقه زي الله يسعدك ويسعد قلبك، الله لا يحرمني منهم ويسعد مساكم يا حلوين، وانت جعل مساكي وايامك كلها حلوه ان شاء الله. من أيامك دعوات جميلة يا توتا. ريهام: إيش الرسالة اللي أول ما توصلني لما يفتكروني يوم الجمعة ويدعوا لي؟ حلو دعوة يوم الجمعة فعلا قبل المغربية كمان. اللي بعده ونروح لي مو واضح عند الاسم، أيميدو تقول: رسائل الأصدقاء القدماء، هذه اللي تو عقبت عليها. أيه. لها جميلة واقع. أيه. بالذات إنه يكون كان إنسان عزيز عليك. أي طبعا. نانو تقول: رسالة من الأبناء، أجمل رسالة تتلقاها كل أم بابتسامة. الله والله ذكرتنا بحاجة حلوة، إنه الأبناء ما ينسوا أبائهم من الرسائل حتى لو كانوا يشوفوهم كل يوم. وبعد نروح لمزون عبد العزيز وتقول: والله يوم يرسلون كلمة الله يسعدك ويوفقك ويباركون لنا في العيد على ايامنا ان شاء الله كلها. اكيد يباركون لنا في العيد يا مزون، ما ادري حسيت في مبطنه هذه. مريم تقول: اي رساله فيها دعاء لي او محتواها خير او كلمه حلوه، بس اكيد ما نختلف على انه اجملها تم قبولك واروعها حطينا فلوس في حسابك. انبسط. فلوس لعبه، نسبتهم لعب. والله العظيم مهمه جدا صراحه. هذه سالفه تم الايداع. مين يقول غير هذا الكلام؟ بالذات ان احنا جايبين لهذا. لا لا خلاص صح، خلصنا شهر. اي
كنت بحث احسب انه لا لسه باقي لسه باقي ولا لسه باقي لسه باقي شوي يلا قريب يلا شو ما تشوفه عموما لان كلهم قاعدين يقولون الحساب لان تونا مخلصين نهايه الشهر الظاهر فالعالم قاعده تجيها الفلوس الزبده ان شاء الله يا رب يعني ابتسامه ما تروح لا علينا ولا عليكم ودائما نكون مبتسمين وسعيدين ومبسوطين ودائما حطوا في بالكم حتى يعني زي ما قال وتفضل طراد انه حتى لو امك وابوك تشوفهم دائما مو غلط يعني بابا احبك ماما وحشتيني احبك اختك اختك اخوك قرايبك والتواصل يعني يمكن احنا كمان الحين صرنا بعيدين كثير عن بعض يا الله نشوف قرايبنا بحكم المشاغل اللي كل واحد فينا انشغل فيها فصارت الرساله نوعا ما تؤدي بالغرض فخلي رسالتك تكون دائما من وراها ابتسامه ايش مشكلتنا دائما لما 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 الشخص يكلمنا تصدق وتامن بالله اني والله تذكرتك قبل يومين طب يا اخي ليه ما اتصلت يعني هذه كانت عندي عاده لما قلت والله ما في اي احد اتذكر ولازم اتصل عليه وفعلا ما عاد صرت اتصل صراحه ما قدرت اسويها يعني ما قدرت اسويها صراحه انا حاولت بس هي شوفوا هي متعبه مع اشغال الحياه بس الرساله دائما تذكير ايوه الرساله بس شوفي اتصال لما بس تذكر احد اتصلي تقفل بعد ساعه يعني هذا اللي احنا نخاف منه بس يعني بس انا حبيت اتصل عليك اسلم عليك يلا السلام عليكم خلاص قلت مره لا لا خلينا على الرسائل الخفيفه واللطيفه انتهت هذه الفقره بس برنامج ساعه شباب عنده كثير ولسه باقي فقرات عاد لا تروحون بعيد اليوم خميس يعني في احلى الوناسه في برنامج ساعه شباب برنامج